الصحة تطلق غداً 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة. 245 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن. مصدر أمني ينفي ادعاءات الإخوان بتدهور الحالة الصحية لسجناء برج العرب. الهجرة تؤكد الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت مجتزأ والشابان المعتديان قيد الاحتجاز. في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، أعلنت وزارة الصحة إطلاق 4 قوافل طبية غداً للكشف والعلاج مجاناً في بعض التخصصات الطبية بمحافظات المنيا والدقهلية والبحيرة والوادي الجديد. الوزارة أوضحت في عرض توضيحي نشرته عبر حسابها على الفيسبوك أن القوافل ستستمر حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري في تخصصات مختلفة، من بينها خدمات تنظيم الأسرة والباطنة والأطفال، فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل. كما ستوفر بالقوافل الطبية صيدلية بها كافة الأدوية. وبينما تستمر المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، أعلنت وزارة التعليم العالي أن عدد المتقدمين لتنسيق هذه المرحلة بلغ حتى الآن 245 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي الجديد. الوزارة أكدت كذلك انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهة الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع الإشارة إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى 7 من مساء اليوم. استمرارا لتفنيد ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعتها الإعلامية التي تبث من خارج البلاد، نفى مصدر أمني ما بثته صفحة إحدى القنوات الفضائية الموالية للجماعة الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مزاعم تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب، وكذلك عدم توافر مقومات الرعاية الطبية بمستشفى السجن. المصدر أكد أن ما جرى تناوله في هذا الصدد عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، مضيفا أن السجون تحظى باهتمام وافر من وزارة الداخلية التي تحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الارتقاء بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون. أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية مجتزأ ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقع عقب التعدي. الوزارة أوضحت أن الواقع تعود إلى شجار النشبة بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت بالاعتذار للمواطن المصري، مضيفة أن الشابين اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمغفر بدولة الكويت. تابعونا دوما عبر منصاتنا العالمية المختلفة. في أمان الله.